الثالثة بتوقيت القدس الشريف، الظهيرة من الميادين وفيها. الجيش السوري يتقدم في الشيخ مسكين ويستعيد السيطرة على قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد دهسه جنديا إسرائيليا قرب حاجز حوارة في نابلس. الجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفون مطار أبها السعودي بصاروخ باليستي، و15 شهيدا في غارات للتحالف على حجة. طهران ترفض محاولات واشنطن لمعاقبة جهات إيرانية مرتبطة بالبرنامج الصاروخي وتلوح بإجراءات مضادة. بروكسل تلغي احتفالات رأس السنة لاعتبارات أمنية، وباريس تقلصها وإجراءات غير مسبوقة في نيويورك. مرحبا بكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بخير. وقبل الدخول في تفاصيل الظهيرة الأخيرة لهذا العام، ننتقل فورا إلى أستراليا، حيث بدأت الاحتفالات هناك بحلول العام الجديد، وتطلق كما نشاهد الألعاب النارية في مدينة سيدني العاصمة الأسترالية. إذن مشاهدين، هذه صور حية ومباشرة لاحتفالات أستراليا بدخول العام الجديد 2016 في أستراليا في موقعها من الكرة الأرضية، حيث سبقتها إلى ذلك نيوزيلندا التي كانت افتتحت العام العالم كله برأس السنة حقيقة. في الوقت الذي تحيي أستراليا هذه الاحتفالات باحتفالات ضخمة، هناك تقليص للاحتفالات في باريس وإلغائها في بروكسل. وتعتبر حقيقة مشاهدينا الاحتفالات في أستراليا من أكبر الاحتفالات بالعام الجديد في العالم. ومن أستراليا إلى نيوزيلندا، كانت افتتحت احتفالات العالم برأس السنة، فكانت أول من استقبل العام الجديد. نحو 25 ألف شخص تجمعوا في قلب العاصمة لمتابعة عرض الأعمال النارية والليزر الذي يعد الأضخم في تاريخ هذه الاحتفالات في نيوزيلندا. إلى سوريا، حيث استعاد الجيش السوري وحلفاؤه اليوم السيطرة على قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة بعد اشتباكات مع المجموعات المسلحة أدت إلى مقتل وجرح عدد منهم. وفي ريف درعا يواصل الجيش السوري عملياته لاستكمال السيطرة على مدينة الشيخ مسكين في ظل استمرار المعارك مع المسلحين غدا استعادته السيطرة على أكثر من 60% من المدينة. الجيش السوري وحلفاؤه في قلب مدينة الشيخ مسكين، عملية عسكرية في عمق الوجود المسلح في ريف درعا الشمالي تربك جبهة النصرة وحركة المثنى الإسلامية والفيلق الأول. وحدة من الجيش السوري تنطلق من الدفاع إلى المبادرة، غارات جوية وقصف مدفعي تمهيدي لتقدم المدرعات وعناصر المشاة، والنتيجة سيطرة على دوار البلدة والمساكن العسكرية والجامع العمري، خطوة تتوج أسابيع من العمل في محيط المدينة.
تقدم أوجع المسلحين وأربكهم، تراجعوا باتجاه بلدة أبطع جنوبا ونقلوا غرفة العمليات إلى نوى غربا، واتهامات من المسلحين لقادتهم بالتخاذل مع البقاء في عمان لمراقبة التطورات عن بعد. محاولات تجميع الصفوف وشن هجوم معاكس عبر دعوات الفزع المعروفة محليا في مجتمع حوران لم تجد نفعا، وحدات الجيش وحلفائه أحبطوا هجوما معاكسا كبيرا وتمسكوا بما تحقق بما يعادل 60% من مساحة المدينة. السيطرة على الشيخ مسكين عسكريا تعني الكثير. يمر في أراضيها خط الدفاع الثالث عن دمشق من نوى غربا إلى الشيخ مسكين وصولا إلى إزرع شرقا على مسافة تصل إلى 20 كيلومترا، والمدينة التي تبعد عن مركز درعا 22 كيلومترا شمالا تشكل عقدة مواصلات استراتيجية بين دمشق ودرعا وعمان. السيطرة عليها تقطع التواصل بين ريف المحافظة الغربي حيث نوى وتسيل وريفها الشرقي باتجاه إزرع وبصر الحرير ومليحة العطش. الجيش يزيد اليوم من تأمين الأوتوستراد الدولي ويضرب خطوط المسلحين ويتخذ موقعا متقدما يمكنه من توسيع دائرة تحركه. واقع ميداني يساعد في تغيير المشهد الميداني في ريف درعا الشرقي، وهو ما يفسر لدرجة كبيرة هجمات المسلحين على تقدم الجيش في المدينة. ومن العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، كل عام وأنت بخير، هل لك أن تضعنا في جديد سير العمليات في الشيخ مسكين بدرعا بجنوب سوريا؟ كل عام وأنتم بخير جميعا. العملية في الواقع تستمر بنفس الوتيرة، هناك عمليات أو اشتباكات تتركز بشكل أساسي في الجزء الجنوبي الغربي من هذه البلدة، وهو الجزء المتبقي كي تعلن هذه المنطقة منطقة آمنة. طبعا إضافة لذلك هناك كان صدا لهجوم أو أكثر من هجوم من المسلحين حاولوا استعادة ما سيطر عليها الجيش السوري خلال الأيام القليلة الماضية أو خلال اليومين الماضيين في هذه المنطقة. بالفعل يعني هناك كانت أيضا في الجزء الشمالي من هذه البلدة عمليات تفجير، تفجير مفخخات، معالجة عوائق هندسية في هذه النقطة الحيوية. بطبيعة الحال هي تبعد كيلومترات قليلة على الاتصال الدولي، هي في ريف درعا الشمالي، هي لا تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن مركز مدينة. وبطبيعة الحال كما قلت لها أهمية استراتيجية وتؤثر على الميدان في الجنوب السوري. ونبقى في الجنوب السوري محمد، بالنسبة للصمدانية الغربية ما أهميتها من الناحية الاستراتيجية والعسكرية في القنيطرة؟ محمد، فقدنا التواصل مع مراسل الميادين محمد الخضر، كان معنا عبر الهاتف من دمشق، نشكره جزيل الشكر. وسنبقى حول الصمدانية الغربية مشاهدينا، الذي أحكم الجيش السوري وحلفائه السيطرة عليها بريف القنيطرة الأوسط. ما هي الأهمية للسيطرة على هذه القرية وسط تقدم الجيش السوري في هذه المنطقة؟ الإجابة مع الزميل أحمد عبد الله. أهلا بكم. قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط باتت في قبضة الجيش السوري وحلفائه واللجان الشعبية بعد القضاء على آخر تجمعات المسلحين فيها إثر اشتباكات عنيفة. سيطرة الجيش السوري وحلفائه على القرية تكتسب أهمية خاصة لكونها تواجه مباشرة قرية الحميدية التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة عدة أبرزها جبهة النصرة ومجموعات للجيش الحر. تمثل الحميدية ممرا للمسلحين باتجاه جبات الخشب التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، وهي قرية مثلت منطلقا للعمليات العسكرية ضد قرية حضر في سفوح جبل الشيخ التي حصرت أكثر من مرة. طريق رئيسي فقط يفصل الصمدانية عن الحميدية هو طريق دمشق لقنيطرة، ما يجعل الهجوم على الحميدية يأتي من جهة الشرق بالنسبة إلى القرية، فيما يحاول الجيش السوري قطع خطوط الإمدادات للمسلحين في هذه المناطق وتحديدا في الحميدية وجبات الخشب.
تقدم يجعل الجيش السوري على بعد كيلومترات قليلة من معبر القنيطرة بين المدينة المدمرة والجولان المحتل، وهو المعبر الذي سيطرت عليه جبهة النصرة منذ أكثر من عام، واصطمع حكي حينها عن تعاون بين مسلحي الجبهة والجنود الإسرائيليين. تطورات تضيف أهمية أخرى إلى عملية السيطرة على الصمدانية الغربية وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين بسبب عنصر المفاجأة الذي يعتمده الجيش السوري وحلفائه بموازاة التطورات في الجبهة الأخرى، ولا سيما جبهة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالية. نبقى في سوريا وننتقل إلى حلب، حيث أفاد مراسل الميادين بانفجار سيارة مفخخة قرب مدخل مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي، وتحديدا في مناطق سيطرة الجبهة الشامية وجبهة النصرة قرب الطريق الدولية. مراسل الميادين أشار إلى سقوط 3 قتلى وإلى جرح 10، وكما يظهر على شاشة الميادين العاجل، حيث تبنى تنظيم داعش تفجير السيارة المفخخة في هذه المنطقة، إذن عند مدخل مدينة حريتان بريف حلب الشمالي. إلى القامشلي شمال شرق سوريا، حيث ارتفعت حصيلة التفجيرات التي استهدفت مطعمين في المدينة إلى 18 شهيدا و43 جريحا، بعضهم بحال الخطر. وقد تبنى تنظيم داعش التفجيرات التي وقعت في حي الوسطي. وقد أفاد مراسل الميادين بأن الجيش السوري فكك عبوة ناسفة ثالثة. سياسيا، أفرجت السلطات السورية عن 2 من أعضاء هيئة التنسيق الوطنية اعتقلتهما في وقت سابق عند الحدود مع لبنان. اعتقال أحمد العسراوي ومنير بيطار جرى خلال توجههما إلى بيروت للمغادرة إلى الرياض والمشاركة في اجتماع للهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن اجتماع المعارضة الأخير في العاصمة السعودية. وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق السورية المعارضة السيد أحمد العسراوي. أهلا بك سيد العسراوي، الحمد لله على سلامتك. ما الذي جرى معك؟ أهلا بكم. أهلا بك، ما الذي جرى معك سيد العسراوي؟ ملابسات الاعتقال وأيضا الإفراج. ليس هناك أي قضية يعني عارضة تستحق الذكر. كل الذي جرى أنه كان هناك إشارة مغادرة على الحدود السورية لصالح أحد الأفرع الأمنية، وتم يعني مراجعة هذا الفرع موجودا، وانتهى الموضوع بأن سمح لنا بالمغادرة، ونحن اليوم قد وصلنا الحدود السورية متجهين إلى لبنان لنكمل طريقنا إلى الرياض إن شاء الله للمشاركة في الهيئة العليا للتفاوض من أجل يعني العمل على تشكيل الوفد التفاوضي ومقابلة السيد دين مستورة في الرياض، ومن ثم متابعة العمل على طريق الحل السياسي في سوريا. طيب، بكل الأحوال لا يوجد أي قضية ولا يوجد يعني أي استهداف سياسي أو ربما تضييق لعملكم كهيئة تنسيق في دمشق؟ لا، هو يعني هذا الموضوع لا أستطيع أن أتكلم به بهذه الطريقة. يعني أنا طالما أنه تم يعني استرجاعنا من الحدود موجودا إلى الأفرع الأمنية، إذن هذه العملية تحتاج إلى تفكير أكثر، ونتمنى على الجميع أن ينظر إليها بعقلانية أكثر. سيد أحمد العسراوي عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق السورية المعارضة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. إلى موسكو، حيث وصفت وزارة الخارجية الروسية اتهامات أنقرة للقوات الجو فضائية الروسية باستهداف المدنيين في سوريا بأنها عبثية ولا تستند إلى أدلة. وفي سياق متصل، نقل مراسل الميادين عن مصادر روسية أن موسكو تنوي مطالبة الرياض بتقديم توضيح عن خلفية اتهام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير روسيا بقتل زهران علوش في سوريا. محاربة أو اغتيال زعامات. إلى العراق، حيث بثت وزارة الدفاع العراقية مشاهد لغارات جوية نفذتها طائرات من دون طيار ضد مسلحي تنظيم داعش ومخابئه في ضواحي سامراء شمال بغداد وفق وزارة الدفاع. مراسل الميادين في العراق أفاد بمقتل 14 مدنيا في غارات للتحالف الأمريكي قرب الموصل، كما قصفت طائرات التحالف معسكر الكسك العسكري الذي يتخذه تنظيم داعش مقرا له قرب قضاء تل العفر غرب الموصل. وأفادت مصادر أمنية كردية بمقتل أكثر من 20 عنصرا من التنظيم وبتدمير آلياتهم بالتزامن مع صد البيشمركة هجوما للتنظيم استهدف قرية عاشق.
التقت شابة أيزيدية كانت مختطفة لدى تنظيم داعش، التقت الرئيس اليوناني في أثينا طالبة منه نقل قصة معاناتها إلى الاتحاد الأوروبي. نادية البالغة من العمر 21 عاما اختطفت العام الماضي من بلدتها في العراق ونقلت مع آلاف النساء الأيزيديات إلى الموصل، حيث تعرضن للاسترقاق الجنسي على أيدي مسلحي داعش. وكانت نادية قد ألقت كلمة في الأمم المتحدة روت خلالها معاناتها قبل أن تنجح في الهروب من مكان اختطافها. أخذوا خواتي وقتلوا 6 من أخواني وقتلوا أمي ويا المستنات اللي من الإيزيديين. فأطلب منه أنه كولد يونان أنه يوصلوا صوتنا للاتحاد الأوروبي أنه مدى أكثر من سنة على هذا الشغلات اللي دا يصير بالعراق بالمرأة والطفل، يتم بيعهم في هذا الوقت ويتم إيجارهم أطفالنا في معسكرات داعش. إلى أراضينا المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس قرب حاجز حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن جنديا أصيب بجروح خلال عملية الدهس، فيما أشارت معلومات إلى أن الشاب كان يستقل سيارته على بعد عشرات الأمتار من مفرق بيت أو قرية بيتا عندما أطلق جنود الاحتلال النار عليه. ليا المزيد ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، هل من جديد حول هذه العملية التي أدت إلى استشهاد الشاب الفلسطيني؟ وهل لنا أن نسأل إن كانت هناك أي إجراءات استثنائية تتخذها سلطات الاحتلال بمناسبة الأعياد، وأيضا هناك الذكرى 50 لحركة فتح والثورة؟ نعم رامية، الشهيد حسن بزور 22 عاما من قرية رابا قضاء جنين كان يقود سيارته. الفلسطينيون متمسكون برواية أن جنود الاحتلال أخذوا الضوء الأخضر ويقومون بالإعدام الميداني. الاحتلال يدعي بأن جندي دهس، وفي الحقيقة أن جنود الاحتلال يقفون في وسط الشارع عند السيارات. أيضا من الأحداث الميدانية، لا تزال الانتفاضة بزخمها لكن لا أحد يستطيع توقعها أو أحداثها اليومية كل ساعة بساعة. اليوم من المفترض أن تسلم إسرائيل جثامين رام الله والبيرة للشهداء الذين سقطوا في الشهرين الماضيين، مع الإشارة إلى أن الاحتلال يقوم بتجميد جثامين الشهداء في درجة حرارة ناقص 35، وحين يتسلم أهل الشهداء لا يستطيعون دفنها، وهذا يشكل إشكالية طبية وأخلاقية وسياسية عند الفلسطينيين. أما فيما يتعلق بالرأس السنة وانطلاقت الثورة الفلسطينية، انطلاقت حركة فتح الذكرى 50، الاحتلال يزيد من تواجده ويزيد من محاولته قمع الانتفاضة، فيما حركة فتح أصدرت بيانا أكدت فيه تحت عنوان سندافع عن فلسطين مهما بلغت التضحيات، وأكدت أن المفاوضات والذهاب إلى المحافل الدولية لا يعني أنهم غير موجودون على الأرض، وأن الهبة الشعبية كما وصفوها مستمرة حتى تحقيق الأهداف الفلسطينية. وأعتقد أن هذا يشكل قاسم مشترك لجميع الفصائل الفلسطينية. ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، كل عام وأنت بخير، كنت معنا عبر خدمة سكايب من بيت لحم. دعا مصدر أمني إسرائيلي إلى عدم الاستخفاف بتهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالرد على اغتيال الشهيد سمير القنطار، دعوة ترافقت مع رفع مستوى التأهب في الجيش الإسرائيلي في ظل تزايد الخوف في إسرائيل من طبيعة رد حزب الله المحتمل. منال إسماعيل. حبس الأنفاس الإسرائيلي يستمر بانتظار الرد الذي توعد به حزب الله على اغتيال الشهيد سمير القنطار. التقديرات الأمنية الإسرائيلية بأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لا يطلق تهديدات في الهواء رفعت من مستوى التأهب في الجيش الإسرائيلي في موازاة استمرار رسائل التحذير التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون وانضمام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى جوقة المهددين.
نحن في فترة انتظار، وما نراه في الأيام الأخيرة حالة استنفار للجيش، لكن من دون تعزيزات أو قوافل عسكرية. لكن هناك الكثير من التوتر انطلاقا من الإدراك أن حزب الله ألزم نفسه الرد على اغتيال القنصار. فنصر الله في خطابين توعد بالرد، وفي إسرائيل ينصتون لكلمات نصر الله ويأخذونها بمنتهى الجدية. رسائل التهديد الإسرائيلية لم تحل دون سيطرة حال القلق على جنود الجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان وسوريا. في الحدود اللبنانية وفي الجولان نرى القوات مستعدة وتغير روتينها، إذ إن أفرادها لا ينامون دائما في مواقعهم المعروفة، وأحيانا ينتقلون للنوم في حرج مجاور ويغيرون نمط الدوريات على السياج ولا يتجولون على نحو عبثي. تدرج رسائل التحذير الإسرائيلية كما ونوعا يثير علامات استفهام بشأن الادعاءات في إسرائيل بأن السيد نصر الله يصغي جيدا إلى تلك الرسائل وتأثيرها في قرار الرد، في ضوء ارتفاع منسوب الخوف والقلق لدى المسؤولين الإسرائيليين، وهو ما حاول مصدر عسكري رفيع المستوى الإجابة عنه بالقول إن الحكمة تفرض عليه ألا يبقى غير مبال تجاه تصريحات السيد نصر الله. ننتقل إلى الملف اليمني ونتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية في هذا الملف. أفاد مصدر عسكري يمني بأن الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفوا بصاروخ باليستي من نوع قاهر واحد مطار أبها الدولي في عسير بالسعودية. في المقابل استشهد 15 شخصا وجرح آخرون بقصف طائرات التحالف السعودي مديرية خيران المحرق بحجة غرب اليمن، وفق ما نقل مراسل الميادين. وفي تعز أفاد مصدر عسكري بأن أفرادا من قوات هادي قتلوا، بينهم أجانب، في قصف للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم. قاهر واحد أصاب مطار أبها السعودي في عسير جنوب غربي المملكة. دلالات كثيرة ورسائل أكثر حملها استهداف المطار، إذ يبدو أن هناك قرارا بتصعيد الحرب الصاروخية عبر الحدود اليمنية السعودية. لا يكاد يمر يوم واحد من دون أن تستهدف الصواريخ الباليستية للجيش اليمني واللجان الشعبية هدفا استراتيجيا سعوديا. ويأتي ذلك بعد استهداف أرامكو ومطار جيزان وقاعدة خميس مشيط وغيرها. أبها السعودية، أو عروس الجبل كما يطلق عليها السعوديون، هي المقر الإداري وعاصمة عسير وأهم مدنها. تقع على جبال الحجاز وتعد من أهم المدن السياحية في المملكة. ومن الحدود إلى الداخل اليمني تتصاعد وتيرة المعارك في تعز. مصدر يمني أكد استهداف الجيش واللجان تجمعات قوات هادي غرب مدارس العمري، فيما اشتدت ضراوة المواجهات بين الطرفين في منطقتي الدحي وحبيل سلمان غرب تعز. وفي مأرب أعلنت وزارة الدفاع مقتل وجرح العشرات من قوات هادي خلال قصف صاروخي استهدف تجمعاتهم بمديرية مجزر وفي منطقة الجدعان. الغارات السعودية على اليمن تتواصل، وقد استهدفت عددا من المناطق في صنعاء ومديرية السوادية جنوب محافظة البيضاء وسط البلاد، ومنطقة الجردة بمديرية الحدى جنوبية محافظة ذمار، ومنطقة الملاحيط ومديرية كتاف غرب صعدة. وإلى عدن الغارقة في حرب الاغتيالات، اغتال مسلحان مجهولان القيادية البارزة في الحراك الجنوبي أحمد الإدريسي في منطقة المنصورية في حادثة هي الثالثة خلال 24 ساعة. إلى إيران، حيث نفى الحرس الثوري الإيراني أن تكون قواته قد أطلقت صاروخا في مضيق هرمز. يأتي ذلك ردا على التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن سقوط صاروخ للحرس قرب بارجة أمريكية. مسؤول العلاقات العامة في الحرس العميد رمضان شريف قال أن القوات البحرية للحرس لم تجري أي مناورات في الأسابيع الأخيرة بمضيق هرمز ولم تطلق أي صاروخ أو قذيفة.
في ذات الإطار قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري، قال إن إيران سترد على أي إجراء أمريكي يستهدف قدراتها الدفاعية. أنصاري وصف بغير القانونية محاولات واشنطن لفرض عقوبات على شخصيات إيرانية ومؤسسات لارتباطها بالبرنامج الصاروخي الإيراني، كما أكد أن البرنامج الصاروخي لا علاقة له بالاتفاق النووي، مشددا على أنه لا يمكن لأي إجراء أن يمنع إيران من تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كانت قد نقلت عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعد عقوبات جديدة على شركات دولية وأفراد بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية. الصحيفة ذكرت أن العقوبات المحتملة سوف تستهدف نحو 12 شركة وفردا في إيران وهونغ كونغ والإمارات لدورهم المشتبه به في تطوير برنامج إيران للصواريخ البالستية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي حسين ريوران. أهلا بك سيد ريوران. في هل يوجد لدى طهران برأيكم أي تفسير لمثل هكذا خطوات أمريكية، وفي أي إطار يمكن وضعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا الموقف الإيراني يرى أن لا مبرر لهذه الإجراءات من قبل أمريكا، وأن أمريكا من خلال هذه الإجراءات تنقض الاتفاق النووي، وأن نقض الاتفاق النووي يمكن أن يهدد مستقبل تطبيق هذا الاتفاق. يعني إيران أولا لم تقايض يعني برنامجها الدفاعي مع الاتفاق النووي. إيران ملتزمة بالدفاع عن نفسها، وهذا حق مكتسب. في الاتفاق النووي ليس هناك ما يشير من قريب أو بعيد البرنامج النووي، عدا مسألة واحدة، هي أن إيران يجب أن لا تصنع أي صواريخ يمكن أن تحمل رأسا نوويا. الآن وقد تبين أن البرنامج النووي الإيراني سلمي 100% بإقرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن يعني النشاط الصاروخي الإيراني هو غير مرتبط أساسا بالبرنامج النووي، لأن لا برنامج نووي عسكري أساسا لإيران. من هنا يعني ليس هناك مبرر لهذه الإجراءات، وربما أرادت في مكان ما من عمر المفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية أن تدمج أو تخلط بين ما له علاقة بالصناعة العسكرية الإيرانية، خاصة تلك المتعلقة بالصواريخ البالستية والبرنامج النووي. هناك نوع من الخطوات والعقوبات للتضييق على هذا البرنامج، توعدت إيران بأن يكون هناك إجراءات مضادة، ما هي طبيعة هذه الإجراءات برأيك؟ يعني أولا إيران ترى أن البرنامج الدفاعي الإيراني هو حق مكتسب ولن تتنازل عنه، لا ضمن إطار البرنامج النووي ولا خارج هذا الإطار، هذا أولا. ثانيا إيران يعني سترد بعقوبات مماثلة، فيما إذا استمرت هذه الحالة. يعني لحد الآن هناك إجراءان نقض الاتفاق النووي، الأول هو فرض تأشيرة على أتباع 38 دولة، والثانية هو فرض عقوبات على 11 شركة وشخص أنه ضمن إطار العقوبات الأمريكية. يعني لحد الآن هناك نقض للاتفاق، ولكن ليس نقضا فاحشا. أما إذا أصبح النقض يهدد الاتفاق، أتصور أن لكل حادث حديث. بكل الأحوال، إلى أي حد يمكن أن تتسع دائرة مثل هكذا جانب برأيكم؟ يعني في تصوري أن هناك محاولة أمريكية لاختبار ردة فعل إيران. إيران يعني لحد الآن التزمت يعني الصبر، وحاولت أنه عدم الرد بالمثل، ولكن أتصور أن لصبر إيران حدود، ولا يمكن لإيران أن تقبل أن يتم نقض الاتفاق من خلال إجراءات ولا ترد إيران عليها. وإيران أساسا ذكرت وزير الخارجية
الأمريكي بأنها تقوم بنقض هذا الاتفاق. والسيد كيري بعث برسالة إلى السيد ظريف وزير الخارجية الإيراني حول قرار يعني فرض التأشيرة على أتباع 38 دولة، ووعد بمعالجة هذه المسألة. من هنا إيران لا تسكت على هذه الإجراءات، بل ستذكر أمريكا أولا وستقوم باتخاذ ما يلزم في المرحلة الثانية. سيد حسين ريوران الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لك. تعاد رئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بعدم التهاون في الحملة العسكرية التي قال إنها قتلت أكثر من 3000 شخص معظمهم مسلحون كرد هذا العام في بعض من أعنف المعارك منذ 3 عقود. يأتي ذلك فيما استمرت الاشتباكات في قرية سيزري ذات الغالبية الكردية التي يعاني سكانها الحصار والوضع الأمني القاسي. إلى جنوب روسيا، حيث تبنى تنظيم داعش عملية إطلاق النار التي حصلت أمس قرب مجمع سياحي في داغستان. الهجوم أوقع قتيلا و11 جريحا جراء إطلاق مجهولين النار من أسلحة أوتوماتيكية على مجموعة من 20 سائحا في إحدى ساحات المدينة. ونبقى في روسيا التي تواجه تحديات مختلفة، ولا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب بعد انخراطها المباشر في الحرب في سوريا. سلام العبيدي. روسيا وهي تودع عام 2015 تأمل أن يكون عام 2016 أكثر حظا. منذ عامين والبلاد تقع تحت وطأة عقوبات فرضها الغرب على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا وضم القرم إلى روسيا. لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه موسكو وهي تستقبل العام الجديد يكمن في انخراطها المباشر في الحرب على الإرهاب في سوريا. الكرملين يعي أن نجاح سياسته في الخارج يتطلب جبهة داخلية حصينة، ويبدو أنه نجح في تحصين هذه الجبهة. أتمنى لأبناء بلدي ولكل الناس في العالم الصحة والسعادة والتوفيق في العام المقبل، وإنني لعلى ثقة بأن قيادتنا ستوفر لنا كل ذلك. لا شك في أن تراجع أداء الاقتصاد الروسي جراء العقوبات الغربية انعكس على حياة المواطنين، وسيكون له تأثير في ميزانية رأس السنة وعيد الميلاد. لكن يبدو أنه لن ينغص عليهم المزاج الاحتفالي بهاتين المناسبتين. أتمنى لأطفال العالم أن يعيشوا طفولة سعيدة، وألا تدخل الحروب بيوتهم، وألا يفقدوا آباءهم وأمهاتهم. أريد من العام الجديد أن يجلب السلام إلى الجميع وألا تتخاصم دول العالم. الاحتفال برأس السنة الميلادية تقليد متبع في روسيا منذ نحو 3 قرون، لكنه اكتسب صبغة خاصة في العهد السوفيتي حتى غدا المناسبة الأكبر لدى معظم السكان. في هذا اليوم ينسى الجميع همومه ويحلقون في تأملاتهم وتمنياتهم، عسى أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه. كل عام وأنتم بألف خير. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. وفي أوروبا، ترخي المخاوف الأمنية بظلالها على احتفالات رأس السنة الميلادية في عدد من البلدان هناك. العاصمة البلجيكية ألغت الاحتفالات، فيما تعتزم العاصمة الفرنسية تقليص عرض الضوء عند قوس النصر. هبة الله بيتار. ليس محظوظا جدا من اختار العاصمة البلجيكية للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، فالاحتفالات فيها ألغيت، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى الألعاب النارية. بروكسل اختارت عدم المجازفة بحسب رئيس بلديتها، نظرا لتحليل المخاطر الذي أجراه مركز الأزمة. ساحة بروكر وسط المدينة التي جمعت قرابة 100,000 شخص العام الماضي ستغيب عنها الاحتفالات هذا العام. لم أكن أعلم أن الألعاب النارية ألغيت، بعدما عرفت ذلك أنا حزينة قليلا. أنا متفاجئ، لكني أعتقد أن لديهم أسبابهم، لذا ما يفكرون فيه هو الأكثر أمانا. المخاوف الأمنية أرخت بظلالها على مدن أوروبية أخرى من روما إلى لندن، مرورا بمدريد وباريس التي ألغت أيضا عرض الألعاب النارية وتعتزم تقليص عرض الضوء عند قوس النصر.
بلدية باريس أعلنت أن نحو 11 ألف جندي من الشرطة وفرق الطوارئ سينتشرون أثناء الاحتفالات ضمن خيار الاحتفال بحلول العام الجديد في أجواء من الهدوء والتكاتف بحسب رئيسة البلدية. أعتقد أنه لم يكن هناك سابقا هذا العدد من رجال الشرطة والدرك والجيش لحماية أمن الشعب الفرنسي. عملية الحارس هي أهم عملية بالنسبة إلى قواتنا، إنها أهم من عملياتنا في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى أو في الشرق الأوسط، لكنها المعركة نفسها معركة ضد عدو في الداخل والخارج. السلطات الألمانية بدورها عززت الإجراءات الأمنية في أماكن الاحتفالات. الحكومة وضعت مع القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب المتطلبات التنظيمية لإنشاء هيئة مركزية لتدقيق المعلومات، إضافة إلى زيادة عدد حراس الأمن وأعمال التفتيش. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من باريس الخبير في الشؤون الأوروبية سيد تمام نور الدين. أهلا بك سيد نور الدين. لا يبدو أن أوروبا تستعد كعادتها للاحتفال برأس السنة، الاستعدادات الأمنية هي بارزة، إلى أي حد هذه الاستعدادات تبدو كافية وتحمل الطمأنينة للمواطن الأوروبي؟ يعني هي المرة الأولى التي تشهد أوروبا هذا النوع من الإجراءات الأمنية الغير مسبوقة، شهدتها بلجيكا بعد هجمات باريس في 13 نوفمبر، حيث كان هنالك منع تجول لمدة 4-5 أيام وإقفال للمدارس والأسواق. واليوم هي أول مرة في تاريخ أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية يتم فيها شبه منع للتجول في بروكسل، منع تجول غير معلن مع إلغاء لكافة الاحتفالات التي تجرى في الشوارع. فالأوروبيون شعب يحتفل، الكثير منهم الشباب خصوصا يحتفلون في الشوارع، وهي يعني هي تؤدي إلى المزيد من وجود السياح الذين يأتون للاحتفال في الشوارع وتحرك الاقتصاد، وهي خسارة كبيرة. يعني لقد وازنوا بين الأمن والاقتصاد فقرروا الحفاظ على الأمن والتخلي عن الاقتصاد. هل هو فقط هذه، ربما نتحدث عن التأثيرات ليس فقط الجانب الأمني والجانب الاقتصادي، هوية أوروبا بحد ذاتها لأنها قبلة كما قلت إن كان للسياح أو حتى للتعامل في مثل هكذا مناسبات تبدو أيضا يعني متضررة، صحيح؟ نعم، التضرر الاقتصادي وصورة أوروبا. يعني أنا التقيت بباريسيين من أناس من بفرنسيين وقالوا وكأننا في بيروت، يذكرهم ذلك بمشهد الجيش والانتشار المدرعات والشرطة في بيروت، يقولون أنها بيروت، نحن في بيروت. هي المشهد هذا لأول مرة نرى هذا المشهد في أوروبا. في باريس هنالك عشرات رجال الأمن، في لندن الجسور اليوم مساء ستغلق كافة الجسور في لندن. الشرطة، هنالك نوعين من الشرطة، شرطة البلدية لندن سوف يحملون السلاح اليوم، وهذه أول مرة في تاريخ لندن والشرطة البلدية تكون فيها مسلحة، 2000 شرطي إضافي مسلحين اليوم في شوارع لندن. هو تغيير لشكل أوروبا. أوروبا اليوم نرى الجيش في الشوارع وكأننا في بيروت أو في إحدى المدن للأسف العربية. بكل الأحوال نتمنى يعني أن يمضي هذا الاحتفال على خير في كل العالم، وكل عام وأنت بخير سيد تمام نور الدين. وكل عام وأنتم بخير، وأعرف أن البعض الكثير من مشاهدي الميادين في أستراليا هم في الآن في السنة الجديدة، فنتمنى لهم سنة جديدة أن تحمل لهم الخير والانتصارات، ولمن ينتظر نهاية العام أيضا نهاية عام سعيدة. شكرا لك تمام نور الدين الخبير في الشؤون الأوروبية، كنت معنا عبر خدمة سكايب من باريس. نبقى في أجواء الاحتفال، وفي الولايات المتحدة تستعد مدينة نيويورك للاحتفالات برأس السنة وسط إجراءات أمنية أيضا غير مسبوقة. 6000 من رجال الشرطة سينتشرون في المدينة للعمل على تأمين الاحتفالات. رئيس البلدية قال إن نيويورك أفضل مدينة استعدت لمنع الإرهاب وللتعامل مع أي حدث يحتمل وقوعه، ومن المتوقع تدفق 1 مليون شخص على أرجاء ساحة تايم سكوير للاحتفال ومتابعة إطلاق الكرة البلورية. وستعتمد المدينة على وحدة مكافحة الإرهاب التي أنشئت حديثا والتي تضم ضباطا أشد تسليحا يجوبون ساحة تايم سكوير. وننتقل الآن إلى وقفة الاقتصاد في الظهيرة مع الزميل عبد الله ظاهر. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير أميام. لم يكن عاما اقتصاديا جميلا ولا مفيدا على وطننا للأسف العربي. للأسف هذا الواقع كان عام 2015، والمؤشرات عام 2016 تقول أن الوضع سيكون كما هو وأسوأ.
نتمنى أن نبث يعني نوع من الأمل، ربما يتغير هذا الاقتصاد وأرقامه. كل عام وأنت بخير. شكرا. تفضل. أهلا بكم. سيطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه أو ما يعادل 1.1 مليار دولار، وذلك نيابة عن وزارة المالية بهدف تمويل عجز الموازنة. المصرف أوضح أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4 مليارات جنيه ولأجل نصف عام تقريبا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 4.5 مليار ولأجل عام. وتستدين وزارة المالية المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على أجال زمنية مختلفة، وتعد المصارف الحكومية أكبر المكتتبين. أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الثابتة بنسبة 3.6%، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي. ولجأت السعودية خلال العام الجاري إلى احتياطياتها المالية وإصدار سندات خزينة للأسواق المحلية لتمويل العجز في الميزانية. وانخفض الاحتياطي المالي من 732 مليار دولار في نهاية 2014 إلى 628 مليار دولار. أجواء من التشاؤم طغت على جلسة التعاملات النفطية الأخيرة لعام 2015 بفعل تنامي القلق من تخمة المعروض العالمي التي دفعت الأسعار إلى التراجع بنحو الثلث خلال العام. وتفاقمت المخاوف من تراجعات إضافية بعد زيادة قياسية في مخزونات النفط الأمريكية. ولا تزال أفاق أسعار النفط قاتمة، حيث توقع بنك مورغان ستانلي أن تواجه الأسواق أوضاعا غير ملائمة خلال عام 2016 في ظل استمرار الزيادة في الإمدادات العالمية المتاحة وتباطؤ الطلب. ويقول بنك جولدمان ساكس إن أخراج منتجين من السوق ربما يستلزم أسعارا مدون 20 دولارا لبرميل النفط. لم يسجل الذهب تغييرا يذكر في آخر جلسة تداول هذا العام، لكنه يتجه على ما يبدو لتكبد ثالث خسائره السنوية على التوالي بفعل قوة الدولار والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. وأقبل المستثمرون على بيع المعدن الأصفر الذي هبط نحو 10% هذا العام بسبب مخاوف من أن يقوض رفع أسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة عليهم. أكد صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية من العملات ارتفعت إلى 64% في الربع الثالث من العام الحالي. ارتفاع الاحتياطيات العالمية للدولار يأتي بعدما سجل في الربع الثاني ما نسبته 63.7%، فيما تراجعت حصة اليورو على نحو طفيف إلى 20.3%. اللاجئون يمثلون فرصة اقتصادية لألمانيا. الموقف للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي استقبلت بلادها 1,100,000 طالب لجوء خلال عام 2015. وفي خطاب تلقيه ميركل لمناسبة حلول العام الجديد، قالت إن اللاجئين الذين تدفقوا بأعداد قياسية يمثلون فرصة للبلاد. ميركل أقرت بأن تدفق هذا الكم من الناس سيتطلب الكثير وسيكلف أموالا ويتطلب وقتا وقوة، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الدمج في المجتمع الألماني. في اليوم الأخير من عام 2015 أطلقت الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا آسيان المجموعة الاقتصادية المنتظرة منذ فترة طويلة، على أمل التحول في النهاية إلى سوق موحدة تحاكي النموذج الأوروبي في مواجهة القوة الصينية. محللون توقعوا أن تطول مرحلة التوصل إلى سوق موحدة، حيث لا تزال المجموعة الاقتصادية حتى الآن حبرا على ورق. وتمثل الرابطة سوقا كبيرة تضم 600 مليون شخص وتضم بلدان ذات اقتصادات متنوعة. في الخبر الأخير، ومع نهاية هذا العام لا يزال ينتشر في شوارع نيويورك نحو 75,000 مشرد وسط جهود البلدية لبناء مساكن ومشاريع إضافية بقيمة 1 مليار دولار على 4 سنوات لإيواء هؤلاء. المستشار المكلف قضية المشردين جيلبرت تايلر قال إنه يعيش في نيويورك 8.5 مليون شخص، فيما تأوي المدينة 14% من إجمالي المشردين في البلاد. ويضاف إلى هؤلاء نحو 4,000 شخص تقول البلدية إنهم ينامون في الشوارع والأرصفة والحدائق. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة. نشكر لكم حسن المتابعة. موعدنا يتجدد مع آخر نشرة اقتصادية لعام 2015 عند 5:30 إلى 5 دقائق.
عودة إليك راما، هذا ما كنت سأقوله لك. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. شكرا. في الصومال يواجه الصحفيون مخاطر عدة قد تصل إلى القتل، ففي عام 2015 قتل ما لا يقل عن 9 صحفيين واعتقل آخرون من دون محاكمة. تقرير يلقي الضوء للزميل شافعي محمد. قتل واعتقال وتهديد، جرائم لا تنفك تلاحق الصحفيين في الصومال. قتل 9 صحفيين أثناء تغطيتهم الإعلامية، وآخرون تعرضوا لمضايقات وانتهاكات وحبس من دون محاكمة. عبد الفتاح كالجعل واحد من بين هؤلاء، الصحفي الطرير الذي يعمل في محطة جوبجوك أمضى 7 أيام بلياليها وراء القضبان. كثيرون مثله ذاقوا مرارة السجون منذ شهور وسنوات من دون حكم قضائي بحقهم. في شهر مارس من عام 2015 تم اعتقالي من قبل الشرطة الصومالية، وبعد عدة أيام تبين أن اعتقالي باطل ولا يستند إلى أي مادة قانونية أو أمر قضائي، وتم خارجا عن الأطر القانونية، وبعد 7 أيام استعدت حريتي. لماذا يستهدف أصحاب الكلمة الحرة في الصومال دائما؟ سؤال يطرحه بقلق الصحفيون ويتساءلون عن أسباب استهداف أكثر من 50 صحفيا خلال العقدين المنصرمين. يستهدف الصحفيون في الصومال لسبب رئيسي، هناك أكثر من جهة، سواء كانت جهات حكومية، جهات معارضة، فصائل مسلحة، كلها لا تروق لها الكلمة الحرة التي تقول الحقيقة، ولذلك هم يريدون أن يقوموا بإسكات هذا الصوت. بين الرعب والخوف يمضي الصحفيون حياتهم، عملهم ملؤه المعاناة وترقب للحظة الموت التي قد تأتي خاطفة أو تسبقها رسائل تهديد مختصرة على جوالاتهم. بات الصومال من أخطر البلدان على حياة الصحفيين بعد سوريا والعراق، فكثير من الصحفيين يعملون في أجواء من الخوف والحذر، بينما دفعت الظروف الأمنية أعدادا كبيرة منهم إلى الهجرة إلى دول الجوار. شافعي محمد مقدشو، الميادين. الوقفة الرياضية في ظهيرة اليوم وفي آخر ظهيرة حقيقة لهذا العام مع الزميل محمد جرادي. مرحبا بك محمد. مرحباً، كل عام وأنت بخير. نعم عليك. لا يبدو أيضا أنه هذا العام كان جميلا أو جيدا على صحيح. المستوى الرياضي، فأي إنجاز قد تلغيه قضية فساد فيفا التي عمت هذا العام، فجدار القيم الرياضية تهدم مع هذه الفضيحة، على أمل أن تسوى الأمور في العام 2016 إن شاء الله يا رب. تفضل. السلام عليكم. السعادة الإسماعيلي توازنه بفوزه الصعب على مضيفه أمبي في ختام المرحلة 11 للدوري المصري لكرة القدم. الإسماعيلي قلب تأخره بهدف محمود قاعود إلى فوز بهدفين لمروان محسن ومحمد فتحي، رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أمبي عند 14 نقطة في المرتبة التاسعة. الإسماعيلي كان قد سقط في المرحلة الماضية برباعي أمام المقاصة، استقال على أثرها المدرب أحمد حسام ميدو. فوز كبير حققه النجم الساحلي على ضيفه الملعب القبسي، أنهى به العام 2015 في صدارة الدوري التونسي. صاحب الأرض تقدم بثنائية في الشوط الأول لحمدي القاز وأحمد العكايشي. رد الضيوف جاء مطلع الشوط الثاني عبر هشام السيفي واليوسيسي. انتفض بعدها لاعبو النجم وسجلوا ثلاثية مع حمزة الأحمر وعلي البريقي وحمدي النقاز. النجم رفع رصيده إلى 34 نقطة، حافظ على فارق النقاط الثلاث مع الإصفاقس الفائز على النادي الإفريقي بثلاثة أهداف لواحد. رباعية برشلونة في مرمى ريال بيتيس تجعله الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في عام واحد. النادي الكتالوني الذي عرض كؤوس 5 بطولات أحرزها هذا العام رفع إلى 180 عدد أهدافه المسجلة عام 2015، سجل منها الثلاثيين ميسي ونيمار وسواريز 137. البرسا كسر بفارق هدفين رقم غريمه التقليدي ريال مدريد المسجل في العام الفائت. بتحقيقه الانتصار الثاني عشر انهى برشلونة عام 2015 متربعا على صدارة الليغا مع 38 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على أتلتيكو مدريد الفائز على رايو فايكانو بفارق نقطتين، أيضا أمام الريال الفائز على سوسيداد.
في إطار معسكره الشتوي في العاصمة القطرية الدوحة، باريس سان جيرمان يحرز فوزا وديا على انتر ميلانو الإيطالي بهدف وحيد. أنهى بطل فرنسا اللقاء وحمل توقيع اللاعب الشاب جان كيفن أوغستين بابن 18 سنة. تشكيلة لوران بلون غابت عنها أسماء اللاعبين الأساسيين كأدنسن كافاني وديفيد لويز وأنخيل دي ماريا. يذكر أن الفريقين يحتلان صدارة الترتيب العام كل في بلده. إلى دوري السلة الأمريكي للمحترفين، غاب ستيفن كاري فتلقى جولدن ستيت واريورز خسارته الثانية هذا الموسم بسقوطه أمام دالاس. أداء جماعي لافت ميز أسلوب أصحاب الأرض، سجل جميع لاعبيه النقاط وكان جي جي باريا أفضلهم مع 23 نقطة و6 تمريرات حاسمة. خامس القسم الغربي حقق انتصاره الرابع على التوالي والتاسع عشر هذا الموسم في 32 مباراة. آيان كلارك كان الأفضل في صفوف حامل اللقب مع 21 نقطة، لكنه فشل في قيادة متصدر القسم الغربي إلى الفوز 30. خسارة جولدن ستيت استغلها سان أنطونيو بأفضل طريقة. سبيرز تغلب على فينيكس بفارق 33 نقطة، استفاد من تألق لماركوس ألدريج الذي سجل 21 نقطة والتقط 12 متابعة. وصيف القسم الغربي حقق انتصاره 28 في 34 مباراة، قلت إلى فوز واحد الفارقة مع المتصدر جولدن ستيت، فيما تلقى فينيكس خسارته السادسة تواليا والثانية 22 هذا الموسم محتلا المركز 13. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة إليك رامية مجددا. شكرا لك محمد. والآن إلى فقرة الماضي الحاضر. وفي ختام الظهيرة نذكركم بعناوينها. الجيش السوري يتقدم في الشيخ مسكين ويستعيد السيطرة على قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد دهسه جنديا إسرائيليا قرب حاجز حوارة في نابلس. الجيش اليمني يعلن قتل 11 جنديا سعوديا في قصف مدفعي على مواقعهم في جيزان، واستشهاد 15 مدنيا في غارات للتحالف على حجة. وطهران ترفض محاولات واشنطن لمعاقبة جهات إيرانية مرتبطة بالبرنامج الصاروخي وتلوح بإجراءات مضادة. وبروكسل تلغي احتفالات رأس السنة لاعتبارات أمنية، وباريس تقلصها وإجراءات غير مسبوقة في نيويورك. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقع الميادين الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولراغبين بالمزيد على شاشة الميادين المزيد على رأس الساعة، أهو عام يمضي حاولنا فيه أن نقدم الواقع كما هو، العام المقبل ننقل لكم وعدا بأن ننقل أيضا الواقع كما هو على أن يكون الواقع أكثر جمالا. إلى اللقاء.